بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام، هذه درس من دروس قصص الأنبياء، الدرس 130 من قصة زكريا، الحلقة الثانية. خبجم توتا دفتوتا برنوتا خيني سينام بيادا ولي برنوتا خيني كتا لبتكو في سد مفاتي سينان كان يسينا نبي زكريا الراكوتا لما تاتي سينا نبي زكريا جل كبساكو جبرت نبي زكريا كان ربي سبحانه وتعالى إلما إسال وقاتشو لان إسام كوري وقات إيراتو لي أمو إنس ربي كان ربي ساف كان كان أردتي وبساتو لي قرو إساء أمرين إساء ما نقدو ميجي مريم يفبك بؤاتا إيه حدا نبي عيسى عليه السلام وصو مهرابا كي ستقود ستجرو أشيتا قوسا قوسا كان بيسان كي ستهن أرقمني إسي برتي أرقا. قال يا مريم وأنا لك هذا، يا مريم هو أشين أكنا كن إحساسي في أرقم جئيني. قالت هو من عند الله، قال برانا فلوها جتيني سبحان الله. ربي أشيتا يرو إسامالي كان سلا يرو قنا مالي أرقمو هندن دين يرو بنا خيستي كان أرقم ربي أشيتا كان أستي مجأيو تنافدو هندد لبن أنا دولا شكنا اللي المكنو هندد لبو متججو ربي وفي إرى هقو أبديك هاتي هنالك دعا زكريا رب هقو سانك إيتين ربي وفي قلتي ربي وفي تتسافتي نبي زكريا هل كان كيستك إيه ربي إني وهن العظم يا ربي هم نكون الرالافين أقرت هم نكي يلافي ما نقدومي مشتع على الرأس شيبا رفينسي كو قراتشي أريت ججيرمي متانكو هندي أريتاي رفينسي كي دلومي قروا رحمتك أنك إرى قراهم مردو يا ربي هرتي هنقبنا أقرت إلما هنقبنا أقرت ربي كيهو كان أما اللي نالو نبي يما كي كان أهلينك يجلنا تديمني يادا يونين وصو إلما أرغتين أنغند دنيا تنرى دبر يا ربي إلما سرك جيلاج إي ربي وفيك الأتيك إيتين أكما ربه سبحانه وتعالى قرآن خيسات إرانو فاسوي ولين لالي دبر سنة تيجو أكما سورة هدو خيس رب الرادبتي وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا زكريا يا دلو هقو ربي ساتي تلالبتي يا ربي خب أكون هنيسين أنا تكو تشموك تكو قوتين هنيسين وأنت خير الوارثين أتجعل نما دالجسو أنقوك أبوتي ربي كيهو خب أكوتين هنبسين هرتي سر هجم جئين دل أنا ما دل شكن قروا هاتي مناتي يلي تنالو هندن دين تانا دلومت عن اللي دلومي قروا راح فتحن كيرا قراي مرأة جئين رب يا يحيى يا زكريا عفوا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا كيهو كينو سيقا ما تشيفنه برني داعا خفية ربي للبتي للبسة قد قبيه لكن كي ستأكنا من إسهن نقين نت ربي وفيت للبتي حقو مسر ربي سا جوابي يا زكريا جئين إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا أكنجد يا زكريا كيهو سيقم مجي سيمجادا مقا إسار لي وفماسيف مقا سيحيى جده مقا أكنا كان أسين دونا نمت كل مقا فاتيك همبيكني مقا هاريه سي مقا سجئ الربين آية برو خيسة فنادته الملائكة وهو قائم جي ملائكان افتئت تلالب دي زكريا حالا نتابتاتين صلاة إساجر والكن كيست وهو قائم يصلي في المحراب إسا دابتين محراب في كيسة قليتين ربي وفيتي ويواتي صلاة التجر ملايكان التلفتين أن الله يبشرك ربي سقم مجي سيجرا بيحيى مصدقا بكلمة من الله يحيى دار رب سقم مجي سي وان ربي برابي لقوم سوا هندا كنتهي كلام ربي براته كنقوم ساته تعالى نما وحصورا ونبيا قل كلنا ما لي بلسبها حصورا كنا
قاعدين مفسر توتا أي لا حاجة له من النساء جان كد برتبت الله جاهي كم نربي تكو شقوف قبرو أفكار ربي سأومي ونبيا نبيك لربي سبحانه وتعالى من الصالحين وروتك قال را كان تهي ربي سيف كان نجرا جاني ملايكان رفني قمتشيسا نبي زكريا قمتشو الآن أفوالا له قال ربي أنا يكون لي غلام درا ربي وفي كدته ملايكان تلفني أجاج ربي تقيسا وقوك أنا مال جد يا ربي كيهو المماكم ترقشو دانداني نكون أني تاتو كنو دلج وكانت امرأتي عاقلا حاتي مناتي يا أمت تتكاهن اللي تاتجرت مسينا هنالت تدايسو دان ديسوميتي وقد بلغت من الكبر عتية دل مرة تترأي أنس دلومي هي أكملت أمري تنا رجعت شودا دا إلو مجي الله هجوك أنا ملجئ قال كذلك قال ربك أكنا جد إيجا ربي إن كان كي هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا سني أنا الرد لا فعل دران ربي أصوأت واتكاه هنت إن ربي سئوم أجرا المسرى أرقم سيسون أمون بالاتلافة أجل إجل جأنين مليكان نبي زكريا أنا ربي نكنا أجل إجل جأنين الله إركسي ربك يهو ملكني أني المرقات شو لا مي أكمي ملكتنا في كل إجئين ربك يهو ربي ما الجلين آيتك ألا تكلم الناس ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية ملكني كنكي إلما نماد بسهو الأبو دا قياس حلقا سدي وليت الأبتي جئي ربي سبحانه وتعالى يعني أرمني كنكي وادبتيهن دندو إشاران قول قف أكيك نبي زكريا قبه أمتت صلاة أن سبحوا بكرة وعشية فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية إسانت بكسا قول أقد به أمتت مهراب في كيسا قد به تمان قنما في قلقل صلاة جئي قبان أكيك تكاهو كتب بي الآن حرق فيت كتبه فأتهما أفان فيت الرب عند بتشو إن دندن وتملك تك ويا سدي يا ربني كان كنجد سج إير ربي ولد أبته تبتشو إن دندن تنملك تك إل مرجع شوتي إركسي ربين إذا قمت شيء يا حيا كنان ساولت إن دند ولا بني الدو سنة الرب إل مني كتبه إنسان مدلوه تخنرة قف كا يا حيا الألتي يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا جاء الرب سبحانه وتعالى الله يحيى ربي أوميف كنيف يا يحيى كتابك أبدو جئين جبينيان جبينيان قوالان وآتيناه الحكم صبيا إسا دائما تكشفوا لا بيكم ساكن نجع ربي حكمي مرتي تكاهو نبي يما ساكن نجع ربي بعدي برتي أكنا إسا دائما تكالا بيكم سقود ربي كنيفي بيكم سهمنا نجل أن ربي ساكن نجع يحيى كناف وحنانا من لدنا جاء ربي رحمة نبرأتهين قرلا فينا نبرأتهين إساف كننا إلما كان نبي زكريا داف وزكاة وكان تقيا ربي سبحانه وتعالى قل كلنا قل كلو كنتهي إسابانا جتش زكان نكون أينيو ربي سبحانه وتعالى يحيى كنا فارس التجرهجة إني قل كلو كنته تكاهو بعدي بردتي قل كل إنما ربي تبان جكت اللي نفسرم ورخنا تفسان اللي نجرو قلو قل كلو كنته واحد دراكن قل كلو تهي يعني هم تورا كان شيطان اللي ستقرا والكلو كان ته يحيى كون جتو تلني بانن امو ور ربي تديبسن طاهر ربي كل كلو دا وان سلا صف الدين علم ما اتي وصف مكل الرقل كل رب سبحانه وتعالى ارجسي ندبت ربين يحيى كنرى وبرا بوالديه تولى اولى هذا فبائس هذه تولى اولى غونيك لنرجع يحيى كن نبي زكريا دا. ولم يكن جبارا عاصيا هنتان يحيى كن
boonaa namaati finema amri rabbi didu hintaane je rabbi wasalaamun calayhi nageenyi rabbi isairratti haa ta'u eenyurratti yahyaa amma dhalatuu hedukanarratti yawma wulida guyyaanni dhalatullee nageenyi isairratti haa jiraatu wayawma yamuutu guyyaa du'ullee nageenyi rabbi isairra haa jiraatu wayawma yubcasu hayyaa guyyaa qabri irraa kaafamullee nageenyi rabbi isairratti haa jiraatu je rabbi allah irra cinqaan ilma aadam irratti eddoo sadiin kana bani aadam bootaan jajjabduun ilma aadam irra geettu bootaan jajjabduun ilmi aadamii irra dhufu bootaa sadiin tana bootaan sadiin tana rabbi najaa baase yahya nageenyi isarratti haa ta'u jedhee ofii nagaa irratti buuse rabbi gaafa inni dhalatuufi gaafa inni du'uufi gaafa qabri irraa kaafamu maraaxilli sadihii kun bootaan sadii tun bootaa ilmi namaa caalama tokkorraa gara caalama kaaniititti ce'u uumaa tokko keessaa bahee uumaa birootitti ce'uudha ardii takkarraa bahee ardii takkatti ce'uudha bootaan sadihin tun guyyaan dhalootaa yoo fudhanne daa'imni gaafa gara haadhaa keessatti baatii sagal guutuu ture rabbiin achitti sagaaguree gara haadhaa keessatti jiruun isaa fi jiruu bareedduu taatee achi keessa jiraataa ture achirraa dhaloota san irraa dachii rabbi itti uume garaamessaa san irraa gara addunyaa tanaatitti rabbi isa baase daa'imni gaafa gadi bu'ee jedhu ni booha waan haarawatti dhufe wanti ilmee martuu hogguu garaa haadhaatii gadi buute eeyyituu fi caalama duraan rabbi isa beekse irraa gara caalama birootitti dhufte tanaaf eeyyiti daa'imman hogguu garaa haadhaatii gadi buute ardii birootitti as baate ta rabbi isii gaaf duraa irratti kalaqee ji'a sagal tursiise maletti ta biraatitti baate guyyaan tun guyyaa jabdu uumaa lammataatitti ce'ee jira waan taheef garaa haadhaa keessaa bahe tokkoffaa uumaa biroo keessa seenee jira waan taheef achi booda mashaqqaa jiruu duniyaa fatraa ta'ee kaan ta'e keessa dabrarri namaa san booda maalitti dhufa du'atutti dhufa duuti yootti dhufte ilmi namaa kun gariin isaanii akkuma hadiisa keessatti yaadattan kan rabbii ufiititti warwaatu yaa rabbi ruuhii koona hin fuudhin xiqqooma dalagadha waan itti deemu kan hogguu rabbis agarsiise du'a irratti wuxeetiin isaa beekama gariin namaa gammadaatiin ka deemu jira gariin namaa ka ufu rabbi ufiitiin waywaataa yaa rabbi ruuhi matiyanan fuudhin jedha waywaataa deemutu jira allah tunillee caalama addunyaa tanarraa gara caalama qabriititti ce'aa jirta hayaata albarzakiyyatti jiruu qabrii keessa jiraatutti jiruu asii achillee bahuu hin dandeenye san keessa jiraachuudhaaf deemte marxalaa lammaffaa seente tan sadaffaa achirraa hogguu kaatee jettu amama rabbii dhaabachuudhaa fi ilmi namaa martuu biyyi ofirraa hargufaatiin nafsi nafsi je'aa gama amama rabbii fi ga'udal mahsharitti dirreen tun dirree jajjaba ilma aadam irratti iddoo sadiin tun iddoo akkaan ilma aadam irratti jajjaba taate iddoo tana sadii irratti rabbiin yahyaan nageenyi isairratti haa jiraatu je'een nabi ciisaan ammoo iddoo sadiin tana ufii ufirratti akka seenaa inshaa allah ufduratti itti dhufnutti ufii ufirratti naga buuse iddoo sadiin kana rabbiin ammoo nabi yahyaa ufumaa rabbiin nagaha irratti buuse iddoo tan nageenyi isairratti haa jiraatu iddoo sadiin kanatti je'een rabbiin guyyaa dhaloota isaatii fi guyyaa du'aatii fi guyyaa kaafamaa keessatti awqaat sadiin kanatti rabbiin najaanu habaasu dirree jajjaba akkuma shaa'ireen dubbatetti waladatka ummuka baakiyan mustasrikan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxrus linafsika an takuuna idaa bakaw fi yawmi mawtika daaxikan masruura haatitee sideese gaafa sideesu boo'aatiin sideese atilleen dachiitana yoogad dhalattuni iyita haatanti ammoo buhaatiin sideesse wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura ilmi namaa moggaa keetitti warri silaa rahima siif ta'u gammachuudhaa fi kolfaan hedduu gammadan dhaloota keetiif faxris linafsika lubbuu keetiif hedduu futuni hedduu futuni an takuuna idaa bakaw hogguu ilmi namaa si biratti walgahee boohu fi yawmi mawtika guyyaa du'a kan kee keessatti guyyaa ilmi namaa si biratti walgahee boohu daaxikan masruura kolfaa fi gammadaa tahuu itti futuni
waan sanitti si geessaatitti futuni sun ibaada rabbii ragati dhaabachuudha. Tana rabbiin iddoo tanniin sadiinitti wasalaamun calayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yubcatu hayyaa je'e rabbiin nagaratti buusee ergasii nabi zakariyaadha yaxyaa kana rabbiin kenneefi xiqqeenna isaarraa kaasee akka gaafa dhalateeti nabi yaxyaan rabbiin karaa khayrii malee hamtuu tokkolleen isarra hin finne. Isaa daa'imummatti jiru ijoolleen daa'imman itti dhufanii yaxyaadhaan yaa yaxyaa koottu ni xaphannaa je'aniin maal jedheen beeyta? Wamaa lillacbi khuliqnaa, taphaaf uumamnee hin jiru rabbi kana uumeef waan biraati malee taphaaf nuun uumamnee hin jiru jedhe. Isaa daa'ima silaa waa beekuu hin dandeenye keessatti jedhan. Nama rabbiin ibaadaa ofii qofaaf uume hattan fuudhaa fi kanatti hajaama takka hin qabu jedhan nabi Yahyaan. Ilma akkanaatiin rabbi isa gammachiise. Gammachuun nabi Zakariyyaadha hedduu dangageettiif jechuudha. Seenaan Yahyaa fi Zakariyyaadha insha Allah halka itti aanu irratti kan ittiin xumuru ta'a. Har'aan ammoo asumattiin dhaabanna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.